يقبل بعض الأفراد على تناول أرجل الدجاج في أجزاء معينة بالعالم كما يعتقدون بفائدتها الصحية، فيقدمونها ضمن أكل الكلاب الآلفة. فالدجاج يعتبر من اللحوم الخالية من الدهون، مما يجعله خيارا مناسبا للكلاب والتي تحتاج إلى البروتين كمصدر أساسي للطاقة. لا يحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية. وخلال هذا الفيديو سنعرض لكم فوائد وأضرار أرجل الدجاج للكلاب الآلفة. يعتبر البعض أرجل الدجاج إحدى أنواع أكل الكلاب الآلفة المفيدة نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين، والذي يعتبر مصدرا هاما للطاقة، والتي يجب أن تشكل 10% من النظام الغذائي الخاص بالكلب البالغ. تتضمن عنصري الجلوكوزامين والكوندرويتين، حيث يعتبر مركبين طبيعيين لبناء الغضروف والنسيج الضام. أظهرت الدراسات على مدى العقود القليلة الماضية التأثيرات الإيجابية للمكملات الفموية للجلوكوزامين والكوندرويتين على صحة المفاصل والحركة العامة للكلاب الآلفة. ففي حالة معاناة الكلب من التهابات المفاصل، قد يوصي الطبيب البيطري بتلك المكملات لعلاج الحالة، وتعد أرجل الدجاج مصدرا طبيعيا لتلك المكملات. فكل قدم دجاج تحتوي على 450 ميليغرام من الجلوكوزامين، وبالتالي فهي واحدة من أرخص المصادر التي يمكن اللجوء إليها لعلاج التهابات المفاصل لدى الكلاب. في حالة إهمال رائحة الفم الكريهة لدى الكلاب الآلفة وتركها بدون علاج، تتطور لتصبح مصدرا للعدوى وتؤثر بشكل سلبي على القلب والكبد والكلي. لذا يجب الاهتمام بالتنظيف المستمر للأسنان يوميا بواسطة المعجون والفرشاة. وفي حالة عدم تقبل الكلب له، يمكن تقديم أقدام الدجاج له، فعندما تمضغها الكلاب يتم التخلص من البلاك والجير المتراكم فوق الأسنان بصورة طبيعية، حيث تحسن من أسنان الكلاب وصحة اللثة. لا يجب إعطاء أقدام أو عظام الدجاج المطبوخ أو المسلوق أو المقلي للكلب، فدرجة حرارة الطهي العالية تحول عظام الدجاج إلى هياكل صلبة تشبه الزجاج، فتتكسر إلى شظايا مذببة وحادة قد تسبب إصابات خطيرة للكلب، إلى جانب تكسير الأسنان وتجريح أمعاء الكلب وتمزيقها في حالة مضغها. على النقيض من عظام الدجاج النائئة أو المجففة، والتي تعتبر آمنة لهم نظرا لقوامها الناعم والهش نوعا ما، مما يجعلها قابلة للهضم. تقديم أرجل الدجاج المجففة نظرا لسهولة تخزينها والتعامل معها، كما أنها ذات تأثير قوي في تنظيف أسنان الكلب. يوصى بتقديم ما بين قدمين إلى 3 أقدام يوميا وفقا للنظام الغذائي الخاص بالكلب وحجمه، والحرص على مراقبة الكلب أثناء مضغه لأرجل الدجاج، توفير كمية مناسبة من المياه العذبة للكلب، التخلص من الأظافر الموجودة بأرجل الدجاج تجنبا لإصابة الكلب بديدان المعدة، وضع أرجل الدجاج في الماء المغلي لمدة لا تقل عن 15 دقيقة لتجنب إصابة الكلب بالسعار. وإذا أردت إضافة نكهة مميزة لوجبة الكلب، يمكنك إضافة بصلة صغيرة.